يعني كان دايما يقول لي لازم تشقى ولازم تتعب وما تبطلش شغل وحب شغلك هيديك، كان دايما بيتكلم على الشغل يعني. يعني كنت اتمنى الله يرحمه ابويا، الله يرحمه حمايا. يعني في ناس بتبقى مقصره فيك عاطفيا كده، بس دي سنه الحياه وده القدر وده ربنا سبحانه وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. مش سامع حضرتك، انا اسف. لا انا عندي فيلم نازل في نص السنة اذا ربنا اراد يعني، وظروف الكورونا اتحسنت، اسمه العنكبوت. حاليا بصور فيلم اسمه السرب، وان شاء الله عندنا الاختيار 3 باذن الله اذا ربنا قدر، انا وكريم وعزت ان شاء الله. فاضل حوالي اسبوعين ان شاء الله. انا عملت فعلا فيلم رومانسي اسمه عن العشق والهوى. الفترة اللي جاية ممكن نلاقي كده. طبعا انا بس عايز استغل الحشد ده في ان انا اوضح نقطة، علشان انا فوجئت بحملة على السوشيال ميديا اللي هم بيقولوا ان انا اخطأت في حق السينما. انا ما اخطأتش، انا قلت ان بعد النكسة كان في باللفظ كده ضيق خلق في صناعة السينما، وكان في مفيش عدد الافلام اللي بيتعمل، لكن انا لم اخطئ في اساتذتي ولا في المخرجين الكبار ولا في صناعة السينما في الستينات. وقلت ان لو كانت الامكانيات المتاحة لنا دلوقتي متاحة ايام الخمسينات والستينات كانت هتبقى الافلام اعظم واكبر واضخم بكتير. فانا مبسوط ان ده بيتوضح وحضراتكم سامعين. انا مش سامع حضرتك. انا لعبت كوميدي في ابن الانصل وفي تيمور وشفيقة، بس حاجة اسمها لايت كوميدي. طبعا اقول الله يرحمك يا حماية، ربنا يرحمه ويحسن اليه، والناس دي موجودة كلها النهاردة عشان بتحبه يعني. الكلام اللي انت ما تنساهوش. لا هو دايما كان بيتكلم عن، يعني كان دايما يقول لي لازم تشقى ولازم تتعب وما تبطلش شغل وحب شغلك هيديك، كان دايما بيتكلم على الشغل يعني. فندم والله هو لسه في مرحله التحضير، انا ما عنديش معلومات اديها لك والله. الدور اللي عمله احمد السقا وما كانش راضي عنه. ما عنديش الحمد لله. ما عنديش الحمد لله. ما حصلش الحمد لله. ايه الشخصيه اللي نفسك تقدمها بعد كم شخصيات نجحت العيله؟ اي شخصيه حلوه. شخصيه تاريخيه نفسك تقدمها؟ والله لو اتيح لي الفرصه ان انا اقدم شخصيه تاريخيه ده يبقى شيء عظيم. ليه ما يعني انت بتجرب حاجه وبعدين بتبعد عنها شويه وبعدين بترجع لها تاني، بتتعلم من التجارب. حضرتك رأي واضح في المسرح وحركه المسرح في الوقت الراهن، شايف الاليات ايه اللي محتاجينها عشان نقوم حركه المسرح من جديد؟ لا بص، هو في تجارب بتحصل دلوقتي بيعملها زميلي النجم احمد عز، بيعملها الاستاذ محمد هنيدي، بيعملها اشرف عبد الباقي طبعا بتجاربه، كان سباق في الموضوع ده، وربنا يقدر ان شاء الله. لو انا ليا نصيب ان انا اعمل حاجه هعملها باذن الله. عليك حاجه خلال التوضيح ليك يا فندم؟ اتعرض عليك اي مسرحيه او حاجه الفتره اللي فاتت؟ لا ما اتعرضش. لو قلنا اعمال السيره الذاتيه موقفك منها ايه، وهل ممكن تقدم ده؟ اعمال السيره الذاتيه بتحتاج جزء من الملكه، ان يبقى عندك قدره على التقليد. انا القدره دي عندي او الملكه دي عندي ضعيفه مش قويه، بس لو اتعرضت عليا حاجه قريبه ليا ممكن اعملها ان شاء الله. لا ما بعرفش اكتب سيناريو. لا مش محتاج اكتب على صفحتي، انتوا ما شاء الله كلكم يعني كفيلين بان انتوا تنقلوا وجهه نظري، وكفيلين بان انتوا يعني تبقوا درع واقي ليا يعني. الله يحفظك. طبعا لا ما قلتش الجمله دي، لا ما قلتش همنعه ولا جبت سيره الاكشن. لا قلت انا هقول له ايه حلو وايه الوحش، يتجنب الوحش ويعمل الحلو. انا خايف عليه بس مش همنعه يعني، بس هسيبه يعمل حاجه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا.